نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في بلدات وقرى في الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا من قرى في رام الله، كما اقتحمت مخيم الفارعة جنوبية طوباس وخربت البنية التحتية. ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في بلدتي كفر قدوم وعزون شرقية قلقيلية وفي نابلس. اقتحمت منطقة المعاجين واعتقلت شابا وأغلقت طرقا فرعية. في القدس المحتلة أعلنت قوات الاحتلال اعتقال شابين من بلدة حزمة، كما اعتقلت 5 شبان من مخيم شعفاط. للوقوف أكثر على تطورات الضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله مراسل العربي عميد شحادي. صباح الخير عميد، لو تجمل لنا ما حصل الليلة الماضية في مختلف مناطق الضفة الغربية وهذا الصباح. رويدا، قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس بعد اقتحام استمر لساعات دمرت خلاله جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في هذا المخيم، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في مخيم الفارعة وفي محيط مخيم الفارعة. تمكن المقاتلون الفلسطينيون قبل انسحاب قوات الاحتلال من إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية فجروا فيها عبوة ناسفة محلية الصنع، وقوات الاحتلال خلال هذا الاقتحام بالجرافات العسكرية دمرت البنية التحتية في المخيم على غرار ما يجري وما جرى في مخيمات مدينة طول كرم ونابلس وجنين من عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على أهالي المخيمات في هذه المناطق. لم تسجل إصابات سوى إصابة واحدة طفيفة بالشظايا خلال هذا الاقتحام مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، وهو أحد أبرز المخيمات التي تتعرض لاقتحامات إسرائيلية دموية في العادة في الأشهر الماضية. قوات الاحتلال انسحبت من هذا المخيم بعد اشتباكات مسلحة وعمليات تدمير واسعة. اقتحام آخر لمدينة نابلس، من خلال ساعات الليل كان هناك اقتحام، ومع ساعات الصباح اقتحام ثاني لهذه المدينة من عدة محاور واعتقال شاب من أحد أحياء مدينة نابلس قبل أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي سريعا في الاقتحامين من مدينة نابلس إلى معسكراتها المنتشرة في محيط هذه المدينة. الاعتقالات الأكثر سجلت في رام الله في حي المصيون بمدينة رام الله. قوات الاحتلال اقتحمت هذا الحي واعتقلت 15 عاملا من قطاع غزة كانوا عالقين في حي المصيون في مدينة رام الله منذ شهور. قوات الاحتلال اقتحمت هذا الحي صباح اليوم واعتقلت هؤلاء العمال، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين. اقتحام أحياء أخرى في رام الله تحديدا بيتونيا والبالوع، واعتقال صحفية من بيتونيا غرب رام الله، واعتقال الشقيقين من حي البالوع، وأيضا اقتحام قرى في رام الله واعتقال 4 مواطنين من قرية قبية غرب مدينة رام الله قبل أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق. في قلقيلية قوة خاصة إسرائيلية نصبت كمينا واعتقلت شابا من داخل مركبته قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدينة بعد تنفيذ عملية الاعتقال، ثم تنسحب سريعا من المدينة كتعزيزات عسكرية وصلت للتغطية على قوة خاصة نفذت عملية الاعتقال. اقتحامات أخرى في بيت لحم والخليل تحديدا دورة جنوب الخليل التي اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت وابل كثيف من الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين خلال انسحابها من هذه البلدة دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات في هذه البلدة. اعتقالات في بلدات بيت لحم وأيضا في مخيم العروب شمال مدينة الخليل حيث اقتحمته قوات الاحتلال، وكان هناك أيضا اقتحام لمخيم شعفاط في القدس المحتلة واعتقال 5 مواطنين من عائلة واحدة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من هذا المخيم صباح هذا اليوم. رويدا، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من رام الله مراسل العربي عميد شحادي.